رجعنا من جديد في اخر جزء من حصتنا اليوم في البلاي مع ضيوفنا الشاهد ليلى قايد المدرب الدولي السابق ايضا لاعب الدولي السابق والمدرب الحارسي الشاهد كذلك الفاضل بن سلامه مدرب سهم مازل الحلو زميلنا الاعلامي مهدي عبيد من شمس افهم وكذلك مقدم برنامج 100% هون على قناه الجنوبيه. مهدي سالتك قبل هيك على محمد امين درمول اللي اكتشف الناس الكل في البطوله هذه. اي درمول كما قالك سي الشادلي مش مفاجئ لانه يعرفوه في البطوله مع المستوى ريت علاش قلنا راهو جماهير كره اليد معناها اللي ما تبعش برشا الملعبيه انا جوست نخاف من بلي مش تبعوهم حتى البطوله ماشي تعدى نعرف معاك السنة وبرز حتى في بطوله العالم للاواسط بروز معناها عمل ارقام كبيره ياسر عام 2019 بروز في النهائي صحيح النجم الساحلي في بطوله افريقيا في الدوري النهائي بروز بالكدا بالكدا هو اللي خلاه ممكن ما يبرزش بالشكل الكافي انه النجم الساحلي يعيش اسوء فتراته معناها الاطوال ممكن باستثناء ثلاثه اربع ملعبيه معناتها ماهوش ظاهر برشا رزيق غشام درمول عمناول هذوما هما باشا باستثناء هذا النجم مشكل يلعب معناها برشا على تتويجات وكذا هذا خليه ما ظهرش اما ملاعبي منطينا اخرى معناتها عندنا مديد على على دومي بالطريقه هذيا ما عرفش برشا شابوه باليتش معناها انا نقول ستيل هذاك الحاجه اللي تتحسب محمد امين درمول على صغر سنه معناها يلعب تيتولار شخصيه كبيره لا تيتولار في البوست هذاك دومي سانتر تعرف شكون كان يلعب فيه وهو منسق لكن هو خدم الغيرو معناها معناها مرات يخرج صانع ولا يخرج لاعبين ثانيين ولا بن عبد الله ويخدم روحه ويسجل روحه اما اللي روحه اكثر يخدم ولا صحيح هو ستا معناها ما فما عندنا اللي دومي سونتر فينيسور فما دومي سونتر اورجانيزاتور هو توا الوقت الحاضر مسجل 15 هدف انا نحب نعطي معناها هو في الاستاتستيك نتاع بعد زومبارات 32 فريق توا هو في المركز السادس 15 هدف لكن 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 هو ما شوتش ضربات الجزاء صحيح خاطر في المركز في المراكز الاولانيين اللاعبين الاولانيين في الميكرو سي شادي في اللاعبين الاولانيين يشوتوا معناها اللاعب الاولاني في اللي مسجل واحد يلعبوا لي 7 متر اي مسجل 11 ضربه جزاء معناها هو اللاعب هو قد ايه الكلاسمون نتاعو؟ هو سيزيام سيزيام ب 15 هدف وما يشوتش ضربات جزاء معناها كان حي ولا ضربات جزاء تلقاه الاولى ثاني صحيح معناها البارح حسنها نقطه انه ولا يلعب مع اصحابه اكثر لا هذاك سميها براي مهدي خاطر نقطة تمني راي ولا سي شاد وكذا كذا فاضل خاطر الماتش الاول اصحابه ما كانوش يشوفوا بخلاف مصباح والفترة اللي خرج فيها زاد الماتش هذاك كان تفكروا فرق وقت ارتاح فيه نزل المستوى نتاع هنا خليني نجاوبك على السؤال الاخر كي قلت اللاعبين ما يلعبوش البنات تساؤل كبير على اسامه الجزيري صحيح صحيح شازام اسيون فالورسيو معناها الجزيري تو اسلام معناها لاعب الدايره بوتيتر صغير ما شفناهاش قبل ونوترنور ما جابش يهبطوا في مباراه نتاع اما اسامه قيمه ثابته صحيح اما اسامه الجزيري قيمه ثابته قيمه ثابته في المركز نتاعو وكان من احسن اللاعبين بطولات من البطولات في البطوله في البطوله حتى البطوله نتاع ماراثون نتاعنا الناس كنا نتفكروا فينا الجابون ظهر اللي جابوا سامي الجزيري الفريق تو المصري معناها تصور عوضوه بمعرف معناها اللاعب هذا هو نقطه استفهام ما خذاش حظه بكل في ان شاء الله في الجاي في هبط شويه الماتش الاول هو ما شويه كمان شويه شويه حكايه فارغه تصاب خمسه دقائق في المستوى اللاعب هذاك معناها انا نقول في المباراه هذه كنت حبذ مصباح السنه جات فترات خاطر ما توفقش برشا في الهجوم كان لعب اسامه في الهجوم فتره كبيره ويعوض مع في الدفاع مع مصباح السنه معناها نرجعوا لدرمول معناها لعب يمكن ابريرا 80 دقيقه 80 دقيقه لعب في زوج مباريات سجل 15 هدف فما قوه شخصيه كبيره والاهداف معناها كلهم تاع معناها فما تصويبات تحتيه فما الواحد ضد واحد ينوع ينوع معناها ينوع في التصويبات نتاعو مشروع لاعب عالمي بالنسبه لدرمول الملاحظه لازم هو درمول غير طريقه اللعب المنتخب المقابله الاولانيه فهمني كنا كما نقولوا نلعبوا بجناح اليسار كهو جناح اليمين كان مايل على اليسار معناها لهنا حتى درمول في الجو نتاعو عمل راهو يلزمه ما نجمش يخدم برشا على الجهه اليمين خاطر عندك ان فوبرا كما نقولوا معناها واحد على يده الغالطه باش يقلق اكثر فما اوتوماتيزم من بعضهم درمول في المقابله هذه تشوف انت الاهداف ريبارتيسيون تاع الاهداف على السيكتور الكل ماركينا من لي سيكتور الكل ماركينا من لي ملال ماركينا من البيفو ماركينا ريال دروا ريال جوش بس نحكي عن المقابله الثانيه دونك هو درمور كي لقى واحد على يده صحيحه معناها لقى بن عبد انور سهلت له المهمه نتاعو
يسهلوا يسهلوا خاطر لهنا انا دي مدافع كي نشوف واحد قدامي فوبرا حسابي يبدا واضح سهل شفنا كيفاش نخدم كيفاش نخدم معاه اما كي يبدا واحد يدو صحيحه يصعب لي تاش المدافع ويسهل التاش لدرمول درمول كما قال الشادي شات تيربا شات اون ابوي شات اون كور شات اون سبونسيون وسيرتو قوته فاش درمول اللي اغلبيه لي دو مينوت خرجهم درمول راه في الان كونترا لي كرياسيون ديسباس وقت اللي يبدا فما جو رابيد في الاتاك نتاعنا نلعبوا لعب سريع راهو درمول يلقى لي سباس ويعمل كرياسيون ديسباس ويولي ماركي ويسهل لاصحابه هذه هي النقطه نتاع درمول اللي كما قال مهدي بالحق اللي شبوه بباليتش صغير باش ما نكبروش راسه برشا ما فما المواصفات عنده معناها عنده ديزاتو بالرغم اللي خاطر احنا في الهاندبال المودرن يقول لك اللي جباري واللي جباري ما هو تبارك الله عنده لي بوان نتاعو القويين قاعد مستغلهم بالقدام الاسلامي حب تعمل جوست فيسع مقاربه صغيره سي شاد اللي احنا رينا كيفاش البوست هذا نتاع دومي فيه سوسي زاد السوسي الخبره هكا ولا معناتها رينا السوسي طايح ماهوش في فورما نتاعه الماتش الثاني خير شوي حسن شوي معناتها لهنا كي يبدا مهم جدا انه دوبلور نتاعك يكون صاحب خبره فتكسب معناها دو شونس معناتها اذا كان نتاع الاكسبيريونس مش ماشي راهو جون مش تلقاه ياخو معناتها كلي هكا موتيفاسيون كل والعكس بالعكس لهنا نحب هذايا حكايه البوست نتاع دومي سونتر حبيت انه مثلا فما دي بوست يكون فيهم ميساج شويه عناصر خبره مثلا مع تومي وحيداخ في لي دوز اريير ريت مثلا حكينا قبيل على حسني وشويرف والبوغانمي حبوا لنا نكرو بنور هذوما كيلكو اليمون تاع اكسبيريونس وقت تطيح ليكيب نجمو يرجعوها حتى الولايات الصغير يكون في البنك معناها يشوف مثلا تو البارح نتصور انا الروندمون تاع الدومي معناها كان فما فرق كبير برشا حتى الفالور تاع الطفل الصغير تظهر ريت انا مثلا كي تو الجمهور التونسي يعمل مقارنه بين السوسي اللي هو لعب في مونبيليي وفاريانس حتى تشامبيونز ليغ تو في تو بلاي فوالا يعمل المقارنه شوف درمول نقتنعوا وقتها بالحق ميم سي السوسي مش كبير معناها برشا اما نقتنعوا اللي فما راهو ديفيرونس بين الجدد اللي دخلهم سامي مقاربه صعيبه على الاخر كيفاش باش تنتجري لي جون وقت اللي هكا لي زيليمون تاع اكسبيريونس لازم زاد شويه يكونوا حاضرين وهذاك الباساج هو ترانزيسيون صعيبه برشا هو ترانزيسيون معروف ترانزيسيون شكون نجح فيها هنا مصر مصر نجحت في الترانزيسيون هذايا ونجحت بامتياز فريق المصري نجح في علاش نجح خاطر بعث ثم لاعبين يلعبوا في اعتى الفرق في فرنسا وفي فيسبريم معناها في اللاعبين الشامبيونز ليغ مصر خاطر هذا ما يتحضرش وجور لوندوما نعاود نقول سامي راه يكتشف كيما نحن يكتشف الفريق نتاعو في بطوله العالم معناها ما عندوش هو بيدو فيكو على الملاعبيه نتاعو بوتيتر كانت عنده حسابات مع شويرف مع حسني مع بنور راه تلخبطت حساباته وقعد يكتشف في اللاعبين نتاعو من مباراه لمباراه. حبيت تعلق؟ جست ملاحظه بالنسبه لدرمول وبالنسبه للسوسي. الهوندبال مودرن الهوندبال اللي فيه برشا جو رابيد راه. صحيح. البارح كي نلاحظوا احنا وقتاش طحنا في الروندمون نتاعنا وقت اللي خرج درمول هبط السوسي. السوسي عنده ان جو لون هو لون في الجو نتاعو. اش اثر هذاك؟ اثر ديريكتومون على جو انديفيدويال نتاع لي جواراتنا راه. ولا جو انديفيدويال تخلي في البريسيبيتاسيون ضيعنا الكور. دونك درمول هو اللي البارح مش عندي انا عملت ليكيليبر حتى تصريح سامي سعيد ظهر لي ما سمعناهش الكلام اللي قالوا في النقطه هذه قال الميتون فيني ما عادش نلعبوا في لعبنا لعبنا يعتمد اننا نلعبوا كسون رابيد نطلعوا الكره موتيت بال تسع الميتون فيني حبينا الميتون فيني حبينا نستحفظوا ولينا اللعب ولا لون برشا هذا اللي خلى المنتخب المنافس يرجع بالطبيعه كي تعطي انت كي تشوف مع بلغه كره اليد معناها كي ما عادش توجع في الاتاك تولي رزين لعبك فهمني هو يساعده الاسباني وقتها يعمل في ريكوبيراسيون قاعد يرتاح انت ما عادش توجع فيه ما عادش كيما عادش تلعب اون بروفوندور تلعب لاتيرال ولات لو ان كونتر ان معناها وحدك هو نقصك لو جو دو جروب لا رابيديتي دو جو نقصت اوتوماتيكمون راه باش ياثر لك على لعبك. حبيت تعلق مهدي؟ لا انا حبيت نستنتج من هذا الكل انه راه ما نكونوش قاسيين برشا لانه سامي السعيدي زاد كسب بعض الثوابت في المنتخب التونسي فما جراه انه تلعب درمول فما جرأة انه تلعب غسان التومي، عصام رزيق زاد لي مش برشا رضا عليه لكن البارح ريناه تبارك الله عليه من ابرز الملاعبين. قيمة ثابتة. قيمة ثابتة ومعناتها وراه بينضحكوا لاعب عمل كارير والحارس معناتها الحارس اللي الحرباوي اللي مش قاعدين برشا نتكلموا عليه ممكن درمول هذا باش يجي السؤال الجاي لسي شادلي ما ينجمش يكون بحضر سي شادلي ما يسالوش على الحضر. باش ما نكونوش نغزو 40 برك راهو خدمة سامي السعيدي واضحة كان جات فما كومبيتيسيون سامحني دقيقة بركة كان جات فما كومبيتيسيون قبل الدورة هذه راهوش لعبنا
ثلاثة مباريات في قطر وثلاثة مباريات تطبيقية كونتر ريفري وزوز مباريات تطبيقية ضد سقية الزيت. نحب ولا نكره مستوى هذا مش يعطينا الحقيقة. ها حكى تركيا حتى مباراة رسمية أي ما فما حتى مقابلة رسمية كما معناتها هذا الكل معناتها باش نلخصوا أنه بالحق من الأول صار الاتفاق مع الجامعة التونسية الكورتاد أنه نبنيو إيكيب باه. أنا نقول لك نمشي بالليزاليمون تاع إكسبيريونس أما مانيش ضامن أنه زاد الأولاد الصغار هذوما يتحرقوا معناتها هذا راهو معناتها مقاربة مش سهلة مقاربة صعيبة على الأخر. أنا نصور خليوا الناس تخدم بالحق بلاش ضغط غدوة معناتها مع مباراة إسبانيا بشوية بشوية فقط نصيحة صغيرة للإطار الفني حسب رأيي كصحفي مش فني معناتها تشبيب 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 عنده قواعده تشبيب عنده أسس علمية مش فجأة 90% تشبيب معناتها بصراحة أنا واحد من الناس صحافي رياضي ما نقبلش أن تونس باش تتكلاسة بعد الـ 24 هذه على مستوى هذا كان حظنا يزمنا نحضروا روحنا شوية الحكاية هذه على مستوى نتيجة فضيحة أنا باش نتكلاسة مع لوراغواي ومع كافير وفي جابون خير منا هيك طايرة بينا معناها اللي كنا نقولوا ما عندهاش هوند تو هذه خطر على مستوى معناها المشهد العام العالمي نتاع الهوند تكون تونس بين 25 و 32 كارثة بعد خويا تو نتناقشوا في شربحنا وش خسرنا اما ان شاء الله هذه تجربه ما عادش تعاود باهي سي شادي اسالك على حضرتك ما عرفتش حاب يتكلم ظهري كوش قصيت عليه عندك تعليق على النقطه هذه ولا سي فاضل شكون جوست لهنا بالنسبه للنقطه الاخيره باش نسكروا على درمول نسكروا القوس درمول راه ولد سامي سعيد معناها ولده معناها سامي درمول طلعوا وقت اللي جابوا خير الاطوال تحضر في عمل كبير برشا وقتها مع جابت المعدل البدني على كانتالي وسامي سعيد عملت اطار فني باهي وقاعده تخدم وقتها في ان بروجي وقتها درمول معناها كيما سموها بكلمة ترسق معناها عدى بالكورة عدى سنة كبيرة برشا برشا دونك درمول بالنسبة لي مش غريب على اللي يعرفوا الهوند كيما قلتوا اللي تبعوا في الهوند مش الجمهور اللي العريض معناها الكبير نتاع أما اللي تبعوا في الهوند يعرفوا درمول ويعرفوا قيمة درمول إمكانيات صحيح باهي كيف شفت الحدث نتاعنا سي شادلي مروان الماتش الأول لعب ظهر لي عمل ميتون محترم جدا البعض طاح شوية والبارح نهار الكل اكتشفت أن حدث ماجد الحرباوي ظهر لي نتاع سيليستا ما كناش نعرفوه في تونس باهي صحيح بالنسبة لحراس المرمى شفنا كما في البطولة هذه معناها فما حراس كبار معناها شفت معناها ستاتيك كبار حراس تعمل في 57% وتعمل في 60% معناها ستاتيك كبار برشا معناها الفرق معناها فريق كبير يكون عنده حارس كبير بالنسبة للحراس نتاعنا كما قلت أنت مشى بالكدا مروان في الميتون الأولاني كنت نحب في دوزيام ميتون يدخل مروان مهدي معناها تصير تغيير المباراة الأولى معناها كنت نخيل في الميتون ثاني وهذا برشا ما مشاش صحيح ميتون ثاني برشا في برشا بوتيتر معناها كاين مقصود الظروف كل واحد يلعب مباراة لا ما تنجمش تقسمها مستحيل لا ما فهمناها ما ينجمش المدرب هذا خلينا نحكي لك فما ماتشات البارح كيما احكيوا على قطر قبيله الحارس التونسي القطري العبيدي محمد العبيدي هو ساريتش وقيمة ساريتش ما مشاش البارح خلاه على البنك دخل مهدي للعب بريمير ميتو ما مشاش غيره مهدي هو عمل الفارق هو جاب المباراة صحيح معناها وقت هو فريق باش يمشي راه لازم يكون عنده زوج وثلاثة حراس من تينة كبيرة لهنا خليني نسألك سي شادلي الثلاثة اللي مشاو هل هما الأفضل مثلا نحكي على مكرم المساوي الحقيقة ماهيش مقتنع برشا بالاعتزال نتاعو ما عادش يمكن حسيتها خاطر استبعدوا من المونديال وخرج ولو أنه في الصورة ما خرجتش هكاك وكيف كيف أصل النملي كيف كيف تحكي عليه برشا زادة هاوش نقول لك بالنسبة راهو اصعب بوست بالنسبه للحراس المدرب الحراس نحكي على الاكسبيريونس نتاعي كنت نلعب قبل انا وحبيب المرحوم حبيبي قلت له يلا سنه المدرب ما يحتاجكم شي لاعب ما تري امبورطون علاش خل المدرب انا كنا وقت المدرب كنت نلعب انا وحبيبي قلت رياض كان صغير تحيه ليه ورياض ضرب 8 سنين بنك معنا احنا ما نبش لعب من بعد عمل كارير كبيره علاش المدرب يهز ثلاثه حراس كبار ما ينجمش يهز مروان معناها ماجايز ومكرم خاطر مكرم ما ينجمش يقعد على البنكه ما يقبلش لو ما يقبلش عادي حارس في مستوى يلعب يا لا علاش قلت لك تو سوسي ماهوش خايب معناها حارس مخضر معناها بينه وبين وزين نملي حارس حارس مستقبل حارس منتخب واصل حارس لا وقاعد يلعب في الترجي قاعد يلعب عامل ماتشات باهيين برشا وهو يلعب اساسي شو اسمه اكتشاف بيت مهدي عبيد الحرباوي الحرباوي نحب نقول مهدي الحرباوي قاعد ولد عمك معناها ما تنساش هز بطوله العالم مع فرنسا الاوسط مع الاوسط تاع فرنسا بالنسبه للحراس المرمى يلزم ثلاثه حراس يلزم اكثر خيمه
ويلزم انا الدفاع راه كي يقول حارس مرمى تقول دفاع تو نحن زاد 30 بونت ستاتستيك نتاعنا من الحراس نتاعنا راهو 26% راه عاملين 26 بارح عمل 30 عمل 12 من 40 نحكي زوج مباريات مع بعضهم زوج مباريات ست عاملين في زوج مباريات عاملين نتهناو على البوست هذاك سي شيل لا 100% انا شفت معناها مروان حارس ثابت قيمه ثابته حتى في المستقبل اصيل النمري وعندك زاد الحارس بتاع تبولبا زاد راهو تقيا فراش تقيا فراش تقيا معناها راهو ماتش حراس عندنا حراس عندك توا حاليا عندك اربع حراس معناها بعد البطولة العالم هذه عندك اربع حراس باش يبداو موجودين معناها باش تلقى فمني تقيا باش تلقى اصيل النملي باش تلقى مهدي وباش تلقى سوسي معناها باش تلقى الخبره واللي جا معناها لهنا هذه الحاجه الباهيه اللي من بعد الترانزميسيون باش تصير بسهوله مش باش تلقى كي ريبتور وتلقى جارديا يوصل معناها اجي كبير برشا برشا وما عنديش كومش يعوضوا باش تلقى معناها ثلاثه واربع جول يمشيوا مع بعضهم يخرج واحد تلقى شكون يرو بلاسي ديريكت قال راهو سامي سعيد قبل في القائمه قال ثلاثه حراس كما قال سي شادي ما نجموش نهزوا زوج ثلاثه حراس كبار بساميهم وتجربه معناها ريناها في بطوله افريقيا معناها انه ما عطاتش اكل كبير انا ما نعرفش لغه الاستاتستيك والامور الفنيه عن سي شادي وعن سي فاضل ما حسيت لي ما عنديش مشكله البارح معناتها في حراسه المرمى لا المباراه الاولى لا المباراه الثانيه معناها الاختيار واضح الكاليتي نتاع مهدي الحرباوي وستيل نتاعو في سيكو يبدو انه ما عندناش برشا منه هكا معناها وممكن السوسي هو يعتبر توا في البطوله افضل حارس في البطوله ما تنجمش ما تهزوش عمناول نتذكر وساهم بشكل كبير في وصول ساقيه الزيت للفينال لي دو فينال معناها وتتويجهم بلقب فما كلي هكا ثلاثه حراس ما عرفش سي شي لي تروا بروفيل معناها كلي منوعين متكاملين مع بعض خاصة الحارس تو شفنا قبل معناها مشكلة لا ما فماش مشكلة معناها شوف لونجيليني كيما رياض الصانع معناها تو نفس الشيء مهدي ولا اصيل النملي لونجيني طوال في البدن يسكروا بالكدا خاصة عجبني انا البارح في الاجنحة رغم هي صعيبة تو في الاجنحة كان عندنا مشاكل في الحراس نتاعنا في الاجنحة راهو في التصديات في الاجنحة كانوا اصيل النملي كانوا ممتازين يزيد يخدم خاطر حسب المعلومات اللي عندي لازم يزيد يخدم حتى خارج الميدان. انضباط. اي هذيك هي وتقالت حتى من قبل معناها من طرف مسؤولين وكل لازم يزيد يركز اكثر على الكره الطفل هذا عنده دي كاليتي نغم معناها تبارك الله بدنه وريناه معناها تقريبا زوز متر ظهر لي الحارس ومعناها ودير في نفس دي كاليتي بتاع الحارس مرمى عالمي. حارس عالمي اما فقط معناها يرزن شويه. لا رياض الصانع تو قاعد متهنين بالحراس المرمى عندهم مدرب كي رياض الصانع قاعد هو بخذا المهمه هذه وان شاء الله بالضبط. يقعد في المهمه هذه وتصير فما نعملوا مدرسه حراس في تونس علاش لا انا الشيء اللي فما اشكال في حراس المرمى اللي الاشكال راهو احنا ديما نستناو باش يخدموهم في ليكيب ناسيونال لا راه ما يتخدمش في ليكيب ناسيونال راهو ليكيب ناسيونال يمشي لها دي ستاج معينين دي بيريود عندك العمل اللي يلزم يكون في الجمعيه عندك احنا الجمعيه اغلبيه جمعيه تونس ما عندهاش مدربين نتاع حراس معناها ما يخدمش بمدرب نتاع حراس هل هنا الاشكال انت تحب ترد عندك مثال 18 من الحارس باش تختار منهم راك لازم كل جمعيه تجيب مدرب تاع حراس تعطي قيمه للبوست هذاك وتخدمه باللي قدا واش يرجع للجامعه وللاداره الفنيه معناها يلزم نعملوا انوايو كل جمعه يترناو معناها مرتين ثلاثه واربع في الجمعه خاطر الفرق لا ماهوش صاير بالنسبه لل حراس بركه تحكي لا حراس بركه نحكي انا حراس بركه معناها حراس بركه كما كنا قبل نعملوا دو زون دو سبيسيفيك للحراس بركه خاطر الجمعيات ما عندهمش لي مويان باش ينتدبوا مدربين تاع حراس مرمى في قيمه رياض الصانع اي باهي ما تمزيش بسيش لا باش نقول لك بطوله العالم هذه باش تكون عندها برشا فوائد تو بعد نسمعوا على عروض اوروبيه بقدره ربي هذا الشيء يصير ان شاء الله لانه معناتها ما يسالش الجمهور التونسي يكون واضح ونكونوا نفهموا شويه ما نكونوش قاسيين على الملعبيه نفهموا انه بطوله العالم هذه باش تكون بينيفيك برشا للكره التونسيه باش تكون في صالح باش تسمع على درمول باش تسمع على الحرباوي بحول الله باش تسمع على هو ماذا بينا مهدي لكن اختيارات اللاعبين لهنا مهمه جدا انت جينيراسيون تاع عام 90 ظهر لي كان خرجوا للاوروب كان يعملوا معناتها يعملوا يمشيوا بعيد شفنا كان جلوس تقريبا اسكندر لكن الاختيار نتاعهم متوجه للخليج كيما صباح مثلا ملاعب يظهر لي من احسن ما فما في العالم في البوست هذيك لكن كي يمشي يعمل شويه باش يلعب في قطر ما يجيش يتحسن حتى هو لا صحيح معناها هذاك يلزم قلت لك تو العمل انا احب نقول بالنسبه لطوله العالم هذه ما نقصيوش برشا
وما نتفاجئوش برشا كنلقاو رواحنا خارج يعني قلت لك 24 نقول بكل صراحه متوقع جدا متوقع رغم نقول ونعاود المباراه الاخيره مع اسبانيا تتلعب انا شفت فريق الاسباني اللي شفته مباراه الاول والمباراه الثانيه ماهوش الفريق الاسباني انا بطلت اوروبا لا مش بطلت اوروبا اخر حاجه خليني اخذ رايكم في قضيه الساعه هذه بعد كل ماتش يتجبد اسم اسامه البوغانمي لو كان جاي معنا البوغانمي تكون حاجه اخرى خليني اخذ رايك في الموضوع هذا نبدا معك انت سي الفاضل شو المنتخب هو ليست الارجية وليست الاستراد معناها فما فهمني 16 لاعب شي يهبط للتيرا وفما فهمني 20 لاعب ليست الارجية وفما 30 لاعب اللي يبدأوا الليست الكبيرة معناها ما نصورش على المنتخب التونسي راهو باش يخفى على لاعب هذه حاجة الأولى وبين البارح فهمني اللي هي المعوض نتاع ما نقولش المعوض أنا ما نقولش المعوض كلمتي غلطة كلمة معوض فهمني من اللاعب اللي يلعب في الجناح البارح عمل 100% عمل 100% دونك لهنا فهمني شاب كيف هو فهمني خليه يجي وقته جات فرصته ما نخفوش ما ليش نخفو رانا في على لاعب والا فهمني باش يمشيو لقدام وسام البغال ما اعتبرش المنتخب اعتبرش الكرة التونسية بارك الله فيه شرف العالم التونسي ومازال قدامه خاطر العمر راهو العمر مازال صغير راهو وسام اما احنا ماذا بينا واللي عندنا تروازي اللي جوش في يتعاركوا على على بلاستين حاجه باهيه بالعكس مهدي سامي السعيدي قال اسباب فنيه مقنع الاسباب الاجابه بتاع سامي السعيدي لا الحقيقه انا حتى ناقشته فيه في التلفزه وسالته وقتها قلت له اسكو تصريحاته معناها ممكن معناها تدفع بها الثمن ولا لا يقول لك لا انا دخلت في بروجي جديد بروجي تكنيك جديد بروجي سبورتيف جديد بصراحه معناتها انا هذه ما قنعتنيش ما نجم حتى حد يشك فيه في اسامه البوغانمي في نفس الوقت غسان تومي راهو معناتها اكتشاف الموسم السنه راهو ملاعبي خدام ملاعبي ساكت زوالي بلوك الكره ما عندوش باجي تضرب عليه باش نكونوا واضحين لانه اسامه زاد باش ينافس اسامه البوغانمي في الترجي ما تنساش هذا ابسط كذا سؤالي الجاي اسامه البوغانمي معناها لقى تعاطف كبير برشا 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 من المكشخين ولقى تعاطف كبير من وسائل الاعلام وهنا نحب نوجه رساله معناتها بالحق للاعلام انه مش انا باش نواجه مع رايي وانا بصفتي في الدومين راهو مش يزيها الحكايه وفات معناتها باش نقعدوا راهو اسامه يا خويا مش مقصر طفل البارح غسان تومي معناها بلي شنو شعور غسان تومي ليت مباراه كحل فيسبوك لقى الشعب الكل وين بوغانمي وين بوغانمي كي معناتي هو اسامه بيدهم هابط ستاتيو البارح يشكر في الملاعبين يشكر في غسان معناها فما دازين موتيفاسيون صادق مش صادق هذيك المهم فما موتيفاسيون للملاعبي ما نكبروش الحكايه اكثر وسط كومبيتيسيون نحكي على اختيارات ولينا نفرقوا وسامي سعيد يتواليس وسامي كذا بلي جوست كلمه برك عام 2005 بلي وليد بن عمر مش وليد بن عمر يتنحر على الاستاذ ماهوش اسباب فنيه مش وليد بن عمر صبح سعيد صبح سيود صبح سيود امير صبح سيود يلعب في الرياضه علاش ما تكلم حد على فرنسا كما قلت انت تفاجات هي الموضوع هذايا نسالك ونعطيك الكلمه سي شاد ما تشوفش حتى هو تحط غسان في حط المدرب في دي كونديسيون ماهوش باهين نتاع الناس الكل العينين الكل موجهه نحو غسان تومي شكون العباد ما تعرفوش تحبوا الجمهور الكبير ما يعرفوش تحط في دي كونديسيون خايبين حتى باش يرجع جمعيته في الترجي باش تلقى حتى جمهور الترجي معناتها كيف ماهوش في دي كونديسيون باهين والله يوز نقول حاجه ما تنساش تومي راهو في الفينال ضد الترجي معناها في مساقيه الزيت هو احسن ابرز لاعب ويهز هو تبارك الله في كاس برشا ويهز مارتين الكاس اخزر انا نقول اسمه حكايه بوغانمي ستان فو بروبليم مهما كان السبب ما هزوش امور تاديبيه امور فنيه مهما كان ستان فو بروبليم وحتى حد ما ينكر قيمة أسامة بوغانمي ومازال صغير تو يرجع لكن يمكن ما هزوش المرة هذه يمكن ترجع بالفائدة على أسامة بوغانمي إن شاء الله أنا نقول ترجع بالفائدة عليه يراجع روحه شوية يراجع روحه شوية وحتى حد كما قلت ما يشك في القيمة نتاعه وما نجموش نقول المنتخب أنا بالنسبة لي أنا كان فما لاعب ناقص في هذا أمين بنون أنا أقول أمين بنون معناها في النيفو معنا دولين تعرف كل مباراة تسجل 6 7 8 اهداف ونجموش نحكيو منتخب ناقص خاطر فريق نجم يكون ناقص نجمش يعوض اللاعب لكن المنتخب نجمش يكون ناقص خاطر قدامه الفرق الكل ينجم يعيط اللاعبين اللي يحب عليهم المدرب دقيقة ونص مازال 30 ثانية كل واحد ناخذ رايكم الماتش الجاي سي الفاضل ماتش اسباني ماتش كمقابلة كالمقابلات معناها المنتخب عنده نفس حظوظه هو المنتخب الاسباني يمنوا برواحهم الملعبيه ونتصور اللي فهمني انا قلت لك اللقطه اللي عجبتني البارح وقت اللي تلموا على الصانع كما بديت من الاول فهمني هذيك تبين لا كويزيون تاع الجروب برشا فهمني ولا سوليداريتي واللي هذيك بوان ان شاء الله
يعرفوا يستغلوها. ونطلبوا من سامي السعيدي جوست فما هكا شويه مراجعات خفيفه للاختيارات ولا جيستيون تاع الماتش شويه كهو، وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله نترشحوا. مهدي اسبانيا ضخمنا اكثر من اللازم من الاول، لكن شفناه في حتى مع منتخبات الماتشات زوز الاولاني في المتناول، فرد نيفو مع صحيح. بولونيا مع البرازيل. صحيح صحيح، وهي ديجا في مباراه البرازيل هي خلطت هي عدلت اللي معناها كانت البرازيل تعمل مفاجاه كبيره وتربح، والبارح زاد ريناها في العشر دقائق الاخرى قاد صعوبات كبيره في حسم المباراه. مش نزيد امور فنيه على دو كوتش، ان شاء الله مربوحه وانا راضي باي نتيجه، المهم نزيد نربح ثوابت اخرى، ربحت درمول، ربحت معناها بعض عناصر اخرى، ميساج غدوه فرصه، علاش لما نشوفوش حازم باش خلي تسمع توا داخلين في الربح خارجين من الخساره، ومازال الماتشات راهم تاع كلاسمون بعد لما حاجه كلاسمون بعد ممكن عنده في مخه كيك كلمه الاخرى ان شاء الله الجامعه تطلع هذا الدرس زاد. اما نقطه ما حكيناش عليها انه بطوله قطر الدوليه الوديه ما مشى حتى مسؤول جامعي ابار سي 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 شاكر الخليسي، حتى توا رئيس الجامعه ماهوش موجود، هذا الوحيد ما بصراحه وقتها سي شاكر صحيح نعرفه وتبارك الله وخبره ويحيط باللاعبين، اما كان لازم يكون فما مسؤول غادي باش يلم الحكايه نتاع شويرف ومتاع 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 شو اسمه حسني، باش هكاك ما نخسروهمش لانه خسرناهم في البطوله العالميه. سي شادي انا نقول هذا بدايه مشروع، انا ديما نحكيو مشروع بدايه مشروع. سامي قال اربع سنين المشروع، انا نعطي حتى قبل بعد عامين نجموا نقيموا المشروع. معناها يلزم بدايه ما نقصيوش برشا على المنتخب نتاعنا، شفنا حاجات باهيه شفنا حاجات اقل، نبنيو على الباهي، نقول نبنيو على الباهي. مباراه غدوه انا نقول مباراه في الدفاع ان شاء الله، يلعبوا في الدفاع كما ينبغي ويعملوا اللي عليهم، من بعد ما النتيجه مش مشكل. انا نقول كلمه برك صعيبه لكن مش مستحيله ان شاء الله، بس تعادلنا معها راهو رغم ناقصين سبعه من اللعبيه وقتها ما تعادلنا معها. شكرا لك مهدي عبيد، شكرا سي شادي القايد، ايضا شكرا الفاضل بن سلامه، اجمل تحيات اسلام.